هو انا شايف لما تنتهي من موضوع، لكن انتهاءك عن هذا الموضوع بحد ذاته هو انت متاخر، المفروض كنت تنتهي من يعني من فتره فاتك الوقت. هو فاتك الوقت، فهي تقول عدت. طيب بالرغم ذبلت خضاري وكل شي خربت، مو بس سمار عدت. بالرغم ذبلت خضاري وكل شي خربت، مو بس سمار منها تعلمت كل ما ردت شي، أبعد القلب عن لحظة قرار. ترى ما لها داعي، ترى ما لها داعي احترق الإنسان ما يطفيني يتدفع لناري. ترى ما لها داعي احترق الإنسان ما يطفيني يتدفع لناري، راجع مثل الأول أضحك هواي. أحسن لك والله أحسن لك. وقلب ما بي بشر صاير شعاري ومهمل صاير وما فكر بشي. أنا إيش حصلت من شي التداني؟ دخل للبيت ها موجود، ها راح نام تغطى، ظل شاغل أفكاري. جايز انشغل مشغول يومين يا أخي، هذا السوالف أسباب انهياري. ما ممكن فعلا. أقرر أنسى، أقرر أنسى، لكن من يجي الليل الحنين يصير أكبر من قراري. المشكلة أكره الليل، أكره الليل يجبرنا أذكرك بي. يا وادع من الله ما يخلص نهاري، مو بيدي اغار واشتعل نار وعدك. هالتصرف مو حضاري. زين فهمني الحضاري شنو يسوي وانا قدامي يحون بثماري، قدامي اشوف المنضح حين الما سهروا يركبون بقطاري. وتجي شو السالفه مكبر الموضوع ولا كانك سبب شرع الدماري. ابدي منين؟ منين؟ من موضوع الاهمال، من مجهول، من تجهل اخباري. لو من كنت اقول لك انا مكسور، لو من بيدك تزيد انكساري. صح تحملت بس تالي من بيت، لان قدامي ظل يظل خضاري. انت صفحه شققت وانتهى الموضوع للبعيد، صفحه شققت وانتهى الموضوع، وانتهى الموضوع. وظل ذكراك عايش على الطواري، صار وراح، بالمستقبل يصير، مو ذنبك ترى. سوء اختياري مع الأسف. منا ونبدأ الحلقة. وصح لسانك صح بدنك. ألف تحية للسيد المشاهد. اليوم الحلقة يعني أتغبط نفسي أنه أنا أقدم هيك حلقة، تجربة مهمة بخارطة الشعر الشعبي. رجل يعني عن الشخص نتكلم بعيدا عن الشعر، كيس حكيم، من الممكن انه انت عندك قرار ومتردد تاخذ قرارك تقدر تستعين به، تقدر تشوره. انا واحد من الناس اللي يشورونه في بعض القرارات. الحبيب والقريب والمهم زياد البصراوي. شكرا لك. طبعا عاده انا ما اخاف المقدمات لانها راح تكون عبء طول الحلقة علي، لكن جدا سعيد بتواجدي اليوم ضمن كادر هذا البرنامج اللي أخذ على عاتقه دائما تصدير الجمال والإبداع، وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على حرصك وأمانتك. الله يسلمك. شكرا. شنو أخبارك؟ والله بخير اليوم، فرحان بشوفتك وبشوفة بغداد الطيبة الجميلة. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يعزك. مبتعد؟ إي. أتريد تشوف المشهد؟ لا. أنت تؤمن بأنه كل إنسان بصورة عامة يمر بمراحل عمرية معينة، وهذه المراحل تترتب عدة أولويات حسب عمره أو حسب جيد. مرحلته. في مرحلة معينة كان الشعر من أولوياتي، أو خلينا نقول رقم واحد، وكان الظهور الشعري هو من أولوياتي. حالياً؟ حالياً الظهور هو مو من الأولويات، لكن الشعر باقي من ضمن الأولويات. الكتابة مستمرة، ولكن الظهور الإعلامي يكون بحذر أكثر. المنصة
نادرا ما أصعد المنصة، لأنه قصائدي أنا أؤمن شخصيا ما تقرأ بكل مكان، تقرأ بأماكن معينة. أها نعم. أكو نوع من القصائد يقرأ على منصة وأكو نوع ما يقرأ على منصة؟ بالتأكيد، يعني أكو تعرف القصائد الحماسية، القصائد المهرجانية، القصائد النخبوية، هاي التصنيفات. لكن بعيدا عن هذه التصنيفات، أنا شخصيا أؤمن التكرار المتزايد راح يفقد رغبة الجمهور بالاستماع إلى الشاعر، هذه واحدة. اثنين، بأنه القصيدة يجب أن تقرأ بمكان، يعني مثل ما تقول تستاهل وتستاهل التعب اللي تعب عليها الشاعر من هذا الباب. يعني يمكن أنا أخير ثلاث مهرجانات حضرتهن أو أربع مهرجانات على المنصة خلال سنتين، يعني خلال سنتين صاعد على أربع منصات فقط. أما الظهور الإعلامي فقلت لك، يعني آخر ظهور إعلامي لغيد الأخطاء 2020 صار لك سنتين أيضا. أي نعم، الاختيار ابو طبينا الثالثه بالضبط. الاختيار جدا مهم، اختيار يعني البرنامج، اختيار المكان اللي راح تروح له، اختيار الماده اللي راح تتداول اثناء البرنامج. وانت تعرف اليوم احنا العالم اصبح قريه صغيره، كل شيء تحكي محسوب عليك، صح؟ اذا كان من عندك ولا كان من الباحث عن زياد البصراوي اين يجده؟ طبعا انا واضح، بس إذا أردت تبحث عني أكثر راح تشوفني بين سطور القصائد اللي أكتبهن. زياد شبه قصيدتك؟ أحرص على أن تكون تشبهني 100%، أحرص على أن هذا الشيء، لكن لربما هي تبعد عني بمكان معين وتقترب مني أكثر بمكان آخر. جميل جميل. أنت أب لكم من الأبناء؟ ما يقارب من 15 إلى 20 نص شعري. هم أبنائك؟ هم أبنائي طبعا. عزيزين عليك؟ جدا. أكثر من آية؟ لا، هذا مستحيل لك أكثر من آية. لا، مو هو هذا، يعني أنت جاي تدخل، يعني نخلط الأمور ببعضها. هذه آية وملاك وضي، يعني هذولي شموع؟ شموع تنير حياتي، يعني أحس نفسي عايش لأجلهم. أما القصائد ممكن عاشات لأجلي؟ بالضبط، تغذيني الحياة وأنا أغذيهن الحياة، يعني أكو منفعة متبادلة بيننا. جميل جميل جميل. ممكن يعني تراوينا واحد من أولادك حاليا؟ أنا كل أولادي طبعا حاضرين إليك، لكن نشوفه ونسمعه. خلي أبدي بشيء قريب جدا من الحالة اللي عشتها مؤخرا. شن هو ياي تاليتك ونمنول هلب ملقاك، لاخر شوغة بالله وياك حبيتك. الله. وضميتك. شن هو ياي تاليتك يشن هو ياي تاليتك ونمنول هلب ملقاك، لاخر شوغة بالله وياك وضميتك عليهم ماي بالنهران، بس دلتهم عيونك لمعة ورسمتك زراد ويسمى وعرفوك من لونك. شو سوي وما يشوفونك؟ شو سوي وما يبوقونك؟ خفت لا تنشف أحلامي ويشوفونك، خفت من السفر سكتة، خفت من عيني لا أبكي وتطيح أنت. الله 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 يسلم أمرك. خفت من السفر سكتة، خفت من عيني لا أبكي وتطيح أنت. غلطة ودفعت الثمن، بس الثمن عمري. الما يدري عنده عذر، بس أنا كنت أدري. غلطة ودفعت الثمن، بس الثمن عمري. الما يدري عنده عذر، بس أنا كنت أدري. وكنت أقدر أتنفسك، بس شفت يمك عطر ما لايق الصدر. وليش أفرح بجيتك وأنا بعشرتك كدي ما هدن صفاحي؟
هالمرة لا تعتذر ما ظل حلم صاحب الله. وهي النتيجة شنو؟ خسران داخل حرب ومضيع سلاحه. الله 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 الله. هي النتيجة شنو؟ خسران داخل حرب ومضيع سلاحي، ما جاي ميز الشمس، وانا كنت بالحرب ما ارضى بس الصدر مقعاد لرماحي، ومو ذاك واهز قبل شاطرت بس السما ما كفت جناحي. الله. هالمرة مو ذاك واهز قبل شاطرت بس السما ما كفت جناحي، هالمرة لا من صدق سكران من عشقت بس من عفت صاحي. بس الله يا زياد. الله عليك يا حبيبي. الله يا زياد. الله يسلمك. هالمرة لا من صدق سكران من عشقت بس من عفت صاحي. اسمع هاي، بس أنا قلبي وفي وظل يحن من تالي، والليلة مدرش عجب ما رحت من بالي، فزيت شفت الصور ورجعت حسبالي، فزيت وضحك كذب وانا ابكي بالسكتة، ومن دوره وبالدمع شافوك بس انت، بس انت كبران فرقه وسهر، والشيب مثل العشق هم ما يجيب وقته. اي بالله صحيح. كبران فرقه وسهر، والشيب الشيب مثل العشق هم ما يجيب وقته، عطشان ملقى وحضن طيح على روحي مطر، هذا انا مثل الورد بس من يطيح المطر تنسمع سالفته. سلام. الله يسلمك. ادعوك يا اخ كبير، والله كبير. تسلم لي، كبير فيك بمعرفتك بصدق. شو هالجمال هذا اللي بالقصيده يا حبيبي؟ جمال روحك، جمال روحك. انت تنعاف تعوف؟ انا اذا الامر راجع لي ما اعوف، لكن اللي يعوفني لربما شاف بي نقص، وهذا الشيء من حقه. لا والله، والله شو التصالح معذب. آه بالعكس، ما كنت سام متكامل، ما كنت سام متكامل. شنو من السلبيات اللي عندك؟ مو ما اريد نجاوب جواب كلاسيكي واقول لك طيبه القلب وما اعرف ايش لا، انا يمكن اذا اشوف بنفسي سلبيه فما اصور اقدر اقول لك بيه. ها، لان من الصعب واحد يشوف بنفسه سلبيه. جميل. اي، لان اذا شفت نفسك سلبيه معناتها انت متعمد تسويها فعلا. يرحم والديك، اقرا لي هاي المقطوعه مال انا بي عشق منين، شوف على القاع. اذكرك بيها، كنا بكل شيء مختلفين بس كضيت قلب بخوف من اختلفت النية، بس الله يعرف شي يطيح لو شفك يهز بي، أنا بروحي عشق من ينشف على القاع، ذرات التراب تصير وردية. رايح وين؟ أنا بروحي عشق من ينشف على القاع، ذرات التراب تصير وردية. رايح وين؟ الكحل ما يرهم الكلعين، يا ابن الطين من ضوقك كن ضايق ناس كنهم هسه مخلوقين. رايح وين والبيبان تبكي جفوف، يا ترى ضوقك كن ضايق ناس كنهم هسه مخلوقين. توهم كل جدد من شو اسمه للخلاط. للخلاط. رايح وين والبيبان تبكي جفوف، يا ترشية ذهب غشوك مو كل الولايه زلوف. رايح وين؟ ليش لشوفتك متحزمين حزام، ليش الليل ظل ينطل حلم للما يعرفين انا، يا ناسيني رت احلم بغيرك واستحت عيني. والى اخر القصيده. يا ناسيني رت احلم بغيرك واستحت عيني. بالمناسبه يعني تعريجا هذا البيت اخذ لاغنيه انتشرت مؤخرا يعني بدون علمي. انت كبير وطيح بدون ذكر اسماء. لا هي طاحت. أيه. بدون ما تقول. ناخذ فاصل حبيبي. احبتنا مشاهدين قناه الايام، فاصل ونعود اليكم. احبتنا مشاهدين قناه الايام، عدنا وياكم بالجزء الثاني من حلقه هذا اليوم مع الحبيب زياد البصراوي. الله يحفظك. الحمد لله وشكر، خلصنا من كورونا. والله يبعدك ويبعد السيد المشاهد عنها. الله. ممكن يسلم. نحتاج الكمامة؟ الكمامة ضرورة. ها نعم، مرات وين تلبسها؟
ألبسها بالأماكن الموبوءة بالسوداويين، بظلال البشر أنا أسميهم الما واضحين. أها موجودين بحياتك؟ موجودين بكثرة بالمجتمع، بكثرة موجودين وينفرضون عليك. جميل. اللي ممكن يعكرون صفوة حياتك. إلى أين تتجه؟ لربما أعرف من أين بدأت، لكن اتجاهي هو مجهول؟ مفتوح الأفق، مو مجهول، حتى حتى نكون إيجابيين أكثر، هو مفتوح الأفق. يعني الطريق نحو الأفق معبد؟ قطعا لا، لابد أن تكون عثرات، وهذه العثرات لربما نستخدمها لتجارب تفيدنا، لأن بالتالي إحنا ما أنا ما يعني زياد ما عليه اليوم هو نتاج للتجارب السابقة. طبعا إذا كانت تجارب فاشلة أو ناجحة. طبعا من الممكن تعتبر الصور علاج لأمراض الاشتياق مو لحالات الاشتياق. فعلا تعبير جدا دقيق، أهنيك عليه. الاشتياق هو مرض، ولكن الصورة ممكن تكون مهدئ. شايف هاي البراسيتول؟ اي مهدئ موضعي، يعني ضيجة خلق بي تقول دفان أنا سهران وانت بحضن نعسان، شو أسوي بصورتك؟ شو أسوي بصورتك؟ ما ينسمع صوت الغيمة الفارغة من الماء دخان. بالله صحيح ما تفيد. أنا أريدك صورة وصوت يمي. طبعا أكيد طبعا، وهذا الشيء من حقي. طبعا من حقك، من حقي. طبعا طبعا طبعا. قلقامش وسر الخلود، من هذا القصة شنو سر الخلود للشاعر؟ بالتأكيد الشاعر لازم يخلي السر أو عشبة خلود الشاعر هي قصيدته، وعشبة خلود القصيدة هي المصداقية اللي بداخل القصيدة. نسمع شيء من 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 عشبة الخلود. فقدتك بالبرد، والبرد ما ينشاف بس ينجاس، ورسمت على الورق باب ومحطة وناس. فقدتك بالبرد، والبرد ما ينشاف بس ينجاس، ورسمت على الورق باب ومحطة وناس، بلكت بالورق ولقاك ويا الناس. فقدتك بس مشيت انت، بلكت بالورق ولقاك ويا الناس. فقدتك بس مشيت انت، رسمت عيونك قبالي ومسحت الناس. مشتي احلم فقدتك بس مشيت انت، رسمت عيونك قبالي ومسحت الناس. ما اريدهم، شو اسوي بيهم؟ عيونك كلش كافي. مشتي احلم والقى دنيا بلون نيتي، ومشتهى اتغرب وطيحا، بلك تعثر لي بوطن يترس هويتي. ومشتهيك تغني بعيوني نعاس، واغفى واندلك وسولف لك قضيتي. اشقد لقوني اتنفستهم وتركتهم، ما شفت بيهم هوى يلوق على ريتي. وليش احبهم ما يلوقون الضحكتي؟ اي والله ما يلوقون الضحكتي. دورتهم ما شفت بيهم وجه يرهم علي، وجربتهم ما جست باحساسهم قطره مطر. منين ما طفوني حشن كل ضواي، وانشف بشباكهم نجمه وقمر. عاشرتهم مستحي من الذكريات، الله من الذكريات. وجاملتهم وانا ادري الساج يا بنية النهر. نعم. واشتهيت حجايتك تمطر علي، من اختنق وتنفس تراب الصور. اشفايتها حجايتي وترتاح يمك، طشروك وماكو غير جفوفي متعودات تطشر ولمك. وين أضمك يا قمر والدنيا ليل، شلون أغافلهم وأضمك. مو برد بس كل شي يرجف بي واشتاقية تشمك. نمت وتغطيت باسمك، وين ألوحك وين ألوحك، بيش بعتك صايبك للمعرفهم.
ليش كل هذا الهوى وما جاي شمك؟ طيح سر اللي ينحكي يصبح رخيص جفوف بير، طيح سر. الله يسلم عمرك يا حبيبي فدوى الراس. طيح سر اللي ينحكي يصبح رخيص جفوف بير، الليل وفراقك كبير وديرتي ديرتي ما بيها ناس، اش كثر موت منين ما التفت اسحق لضمير، وحير بيه مثل حير الطين فوق الماء حير، لو تظل على الجرف تنداس سكته، لو تجيها الروح وبنادم تصير، طير فك جنحانك انطيتك سماي، اعشقني تدر بروحي سمره ويا سمار الغيم ماي، اش قضيت قبال وجهك ما شفتني، اش قطحت يمك نده بس ما شلتني، مرلي مرلي نبرة صوتهم ما والمتني سلامتك. الله يسلمك يا حبيبي. الله يسلمك. شكرا جمال. شكرا كبير جمال. جمال جمال للأمانة جمال. جمال روحك الله يعزك. كم عرس يمر بالشاعر؟ خلي أول شيء نأسس لمفهوم العرس شنو هو؟ الفرح. الفرح. شبيك فرحان معرس؟ أي واضح السالفة. برأيي الشخصي فرحة العرس اللي يحس بها أي عريس توازي أو تشابه فرحة الشاعر عندما تكتمل القصيدة بعينه. الله، اكتمال القصيدة هو هو فرحة. اكتمال القصيدة مو بمفهوم الكمال وإنما اكتمالها بالنسبة إلي. نعم نعم، يعني الانتهاء من الكتابة. بالضبط. فرحة يعني ما يعرفها إلا اللي يكتب شعر للأسف، يشوفها يعني اكتملت ومجهودة، وهذه الصراع الفكري بينه وبين نفسه والتلاعب باللغة، إضافة مفردات وتوظيف مفردات، ولربما الضغط ضغط الكتابة اللي عليه اللي يعني الأخوة الشعراء اللي يشاهدون يعرفون بهذا الهم. من ينتهي هذا الإنجاز بنتاج مرضي للشاعر، لأن تعرف الشاعر هو أول جمهور نفسه. نعم. من يكون مرضي إليه راح يحس زين. ألم المخاض يمر على الشاعر؟ الشاعر اللي ما يتألم هذا مو صادق أبداً، لأن كل لحظة صدق يترجم بيها الإحساس اللي يحسه على الورقة هذه لازم تستنزف من طاقته. ألم المخاض هو ينقال على آلام الولادة. الولادة بالضبط. وكتابة القصيدة هي ولادة. أكيد بالضبط. كل مشروع قصيدة هو مولود جديد. أنا جبتك من البداية أمتلك من 15 إلى 20 ولد، أي 20 نص. جميل جميل. بجمال روحك يا حبيبي. الأشياء اللي من الممكن تساعدك أو تهدئ من عندك وهم مسافرين أو هم بعاد، ممكن تخفيف جزئي يعني ألم الفراق وتعرف الاشتياق هذا ألم كبير يعني، فممكن رسائلكم. أها. نعم ممكن رسائلكم يعني تجي هيك بنص اللي رسائلكم تدق بالبال ذكرى وما تريد تموت. رسائلكم تدق بالبال ذكرى وما تريد تموت. رسائلكم سهم يشبهكم بكل ليل بين ضلوع صدري يفوت، ما تسكت سوالفها. رسائلكم ورق بصوت. نعم هي ورقة ولكن تتكلم. رسائلكم ورق بصوت عند القراءة ومزج الذكريات مع القراءة. قالوها. نعم طبع. الله 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 الله. أتصور راح نطيح بمشكلة إحنا. ها. من وراء هاي الأسئلة. الله يبعدك عن المشاكل. لا إن شاء الله ما كل أمور صافية. صدق والله. ودعتك. برأيك الطريق اللي جيت به معبد؟ الطريق أكو مثل ألماني. أي. يقول إذا الطريق كان هادئ ومعبد فاعلم إن هناك كمين. فخ. أكو فخ. أي.
كل طريق وخصوصا طريق الإبداع وطريق النجاح لازم تكون بعثرات وعقبات. أنت بتحديك مع نفسك كمبدع، تتحدى نفسك وتتعلم شلون تجتاز هذه العقبات. كل الصور تحتاج إلى إطار؟ لا، هناك صورة مضمونها أجمل من الإطار. إذا اعتبرنا الإطار اللي هو البرواز جمالية للصورة، فهناك صورة مضمونها أجمل. يعني أريد أوقف باب الليل مثل الطايح بشدة، أريد أوقف باب الليل مثل الطايح بشدة وغمض عيني بس ما نام، عاين طيفك من بعيد أشوفه منين يتعدى. إش جابك تمطر بقاعي؟ أريد أفهم إش جاب الملح للوردة؟ جدم الما يعرف يروح قنعته، الهوى بالمقبرة إش عنده؟ الله الله من هذا الله, الله 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 يا حبيبي يا أولى خلق الهوى بالمقبرة إش عنده؟ ما له داعي. يعني في أحد رواياته أو أحد مقالاته، يمكن فرويد أو بودلير، يعني ما أتذكر، يقول أنت غير ضرورية مثل لاعب كرة القدم في معمل الفلين. أي للأمانة صحيح، مثل هذا الموضوع أنت بحياتي لاعب طوبة بمعمل الفلين. مشكلة مشكلة. ناخذ قصيدة. مرات أنا يعني ضد المقدمات للقصيدة، لكن أريدك تشاركني المنطقة اللي راح أحكي بيها. مرات بدك هذا الشيء يصير، تتمنى هذا الشيء يصير، لكن تدعو أنه لا يصير. لكن بداخلك أنت يعني أخاف النسمة بفراقي تفزز نومة القذلة، وخاف من القصيدة اللي ما أكتبها وياك إذا ما بيها منك لون ما تحلي. لا تبكين، قسمتنا اشتهتنا بعد، والدمعة تفز بالليل تكسر راس الكحلة. المسافة اللي بيننا مو يعني حبنا يموت، ترى النخلة تطق بالفاء وتشرب ماي من دجلة. بالله صحيح، المسافة اللي بيننا مو يعني حبنا يموت. شو التعليل اللطيف هذا؟ ما له علاقة المسافات. المسافة اللي بيننا مو يعني حبنا يموت، ترى النخلة تطق بالفاو تشرب ماي من دجلة. هي انحكت بس ظل ثرها الكلمة، فضيتها وكل من يروح الحلمة. هي انحكت بس ظل ثرها الكلمة، فضيتها وكل من يروح الحلمة. كنت امطر ببستانها سنين وماي، ومن مشت عني بجرحي خلت لجمة. الدنيا شكبرها بعيني من كنا اثنين، شو هسه حس بالدنيا صارت ثلمة. مو بس هوا نشمه بنفس واحد، كان حتى الحلم بالليل كنا نقسمه. الله. وخاف اسمك بسالفتي يطلع مرات بسوالف المخنوق تعرض نسمه، مو ذنبي يعني بديهيا. خاف اسمك بسالفتي يطلع مرات بسوالف المخنوق، مو راسد انك روحي لو شفته وياك، عذريني مو من طبع اخرب قسمه. حرق الصور بس لا يشوف الدخان بريحة لسوالف نخاف يشم، وحفظ اسمه كل الزين راح تحلمين، حتى من جيلك بالحلم قول اسمه. سلامتك. كبيرة هاي القصيدة، من القصائد الكل شاحبها يعني. يا حبيبي تسلم. بالله الكريم. كبير أبو الأكبر، تسلم لي شهادة والله. تخاف من نقاط التفتيش؟ هو حذر مو خوف يعني. عندك إجازة؟ أنا إذا ما عندي إجازة ما أغامر صراحة، لكن دائما أكون حذر من التصريح اللي اعطيته لنفسي، أخاف أنا مخطئ بحق نفسي. من أعطاك الإجازة؟ يعني أكيد مو من الأسواق السوداء، من جهة رسمية. إي طبعا أنا أعتبر نفسي جهة رسمية. لا لا، الإجازة أعطوك إياها من أسواق سوداء؟ لا طبعا، لا جهة رسمية. أنا ممكن أكون مفارقة جديدة. الجمهور جهة رسمية؟ مرات يكون مطب الجمهور للأسف. ها. أي وهواي من الشعراء. من الجهة الرسمية؟ الجهة الرسمية أنا أعتبرها أنه الهوية؟
ابدا هوية الاتحاد؟ لا 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 ابدا ابدا. هو عندنا بالاتحاد، بالاتحاد ما يمتون للشعر بصله، خلينا نكون واقعيين وصريحين. اي نعم، هذا الشيء مو بس يعني مو هذا الشيء معروف، مو تسقيط ولا فد شيء، هذا الشيء معروف على ارض الواقع. لكن انا كنفسي كزياد شفت نفسي انه اقدر اعطي نفسي التخويل بخوض هذا المضمار او الدخول. زين، وحصلت جواز من الغير؟ نعم. ها نعم. يعني في الحالة عندك اكثر من 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 إجازة. هي إجازة واحدة تشمل عدة توقيع. اهم توقيع جدا يعني فخور بهذه التوقيع صراحة. كلهم فخور بهن طبعا فخور. لكن اكو توقيع كلش مهم، يعني ممكن نقول كبير، لطيف العامري. انا اتمنى له الصحة والسلامة. اتمنى له الصحة والسلامة. من لطيف العامري ناخذ فاصل. احبتنا فاصل ونعود اليكم، انتظرونا. احبتنا مشاهدين قناة الايام، وصلنا وياكم الى ختام حلقة هذا اليوم مع الجزء الاخير والمهم زياد البصراوي. حياك الله ابو الاكبر مرة ثانية. تشوف نفسك بالمراية انت مهم؟ انا اتجنب النظر للمرأة، ها، خصوصا بالليل، لانه لربما تكشف اسراري للاخرين، والشاعر يتجنب ان يكشف اسراره خلال قصيدته. جيد. لذلك دائما اشوف نفسي بعين الاخرين. نقطة ضعفك؟ نقطة ضعفي اللي يعتبرها نقطة قوتي بنفس الوقت هو الشعر. اها. من الممكن عندك صيدلية غير هاي الصيدليات؟ اكيد، واحد يتعالج بناسه. اها. تعالج باللي يحبهم، باللي داير مدايرة. أنت تتعالج؟ أي نعم. زين، أنت صيدلية لمن؟ للي يفهم اللي ما أحكي، هسه اللي يفهم اللي أقوله. يقرأ عيوني. هذا إنسان طبيعي وشكرا. يقرأ عيوني. أما اللي يفهمني بدون ما أحكي وعلى قولتك يقرأ عيوني، هذا اللي نقصده. جميل. يعني أوصف لك إياها بطريقة أخرى، يا وجه الطلع بالماي الصورة المغايرة. كنت صغير بس الروجة رسمت لتجاعيدي، كبرتانة وزغر عيدي، والعطشان لعيونك شرب طاريك بس غصب مواعيدي، لقاني لقاني بيك ولا تهتم، القطار متاع فرقه ومن يجوع يروح، والفارق يظل يحلم، واللي يستحي يشوف احلامه مبيوقات من ينام يتلثم. الله 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 الله. قطعوك وقنعت شلون، الورده تنقطع مرات بس تنقطع ما تنشب. يعني هي مو انقطعت على مود تنشب، انقطعت حتى تنشمر، او ما عرفوا يشموها. فلسفة جميلة. شكرا. فلسفة جميلة. بجمال روحك. الله يعزك. اليوم أنت من ساعة عرجت على الإجازة. نعم. عرجت على الإجازة. من الممكن الشاعر يخاف من نقاط التفتيش، شنو الأسباب اللي تخليه يخاف من نقاط التفتيش؟ رغم ثقة الشاعر بنفسه وبقصيدته. جيد. لكنه دائما يشعر بعدم الاكتمال. أها. نعم، ويشعر بنقص في أوراقه، لأنه تعرف الشاعر يصل إلى نهاية الطريق عندما يشعر بالاكتمال، فهو ما يتمنى يوصل نهاية الطريق أبدا. الشاعر يجب أن دائما أن يكون يبحث عن الكمال، دائما أكو قطعة مفقودة عنده. يقال البنت هل لديك فارس أحلام؟ نعم. هل يقال للرجل هل لديك فارسة أحلام؟ طبعا طبعا، خصوصا الشاعر. الشاعر
شخص عنيد بذاته بطبيعته، لذلك يقتنص المفردات ويقتنص الصفات اللي هو راسمها بباله ويجبرها أن تكون بفارسة أحلامه. ها يعني هي جزء ما تكون واقعية من الخيال بالضرورة. مو كل شاعر يكتب عن قصيدة هو عايش، لكن بضرورة الصدق المصداقية. القصيدة راح نسمعها هي الفارسة أحلامك؟ أقدر أعتبرها جواز سفري. جواز سفر بمرحلة من المراحل. لطيف. يعني أنا وصورتك والليل وجهك كان رابعنا. اشتهيتك تسكت بروحي. أنا وصورتك والليل وجهك كان رابعنا. اشتهيتك تسكت بروحي، الحكي اللي بالكتب ما بي صوت بي معنى. الله عليك. الله الله يا حبيبي، شكرا. جاي اسمع ونين بهوسة تجروحي، الشطف في الدنيا ريد ارتاح من روحي، شنو ذنبي غريب وديرت احساسي، وشنو ذنبي انخلقت الناس مو ناسي، وشنو ذنبي اديرا غيركم بالكاس، واشرب ناس ما احبها وصوركم تصعد براسي، وما عندي اللي ينسيني واقول تهون عشرتكم، تركتوني شنو الغاية، شاليش الضمير انسان ما ينذكر بحجاية، وانا من اردبيع الشوف اتوضى بضول يمشون واتوكل على مراية، الله اريد ارتاح يا طير اللي يبيع جناح، هاي الناس خلتني ادور بالسما ولاية، واطير لكم أطير لكم عطر مبيوع شابع شم، نعم، ومر لكم هل القيعان لو شافت في لحت التم، وخاف وجوه هاي الناس تخنقني أجيكم بالهوى محزم، وأنا ما بي لف قتليل أخاف مباك، هذا كان ضوى ملثم، هذا كان أن وخذ لوني من تغيب الشمس بالسما يسافر دم، ضعت بوجوه وادم ما تعرف تشوف، أريد أن عين تلقاني، وأريد أن صوت يخدر من يقول اسمي، وأريد أن آخ تنساني، مش عمر التوالية وأنا الثاني، صفنت لها وشفت الفراق تاليك عشق ثاني، زغرت بعيني واحتاجيتكم يمي، مرات الوطن خيمة أروح الوين، وادم كل من وضينا كنت قطرة وجت شمس الله باستني وصعد غير. شكرا. الله 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 الله. يقولون أفضل طريقة أو أفضل تصرف لإيقاف حديث المقابل دون إزعاجه هو التصفيق. الإسكات بطريقة شرعية يعني. الإسكات بطريقة شرعية. إيش قد مدى إيمانك بالتصفيق؟ التصفيق هو نوع من الإعجاب حسب بالمصطلح العام بالمعنى العام. هو تعبير. تعبير مجازي. لكن هناك مواطن في القصيدة يا أخي والله ما يحتاج لها تصفيق. صحيح هي بها موسيقى عالية وبها جمال عالي. يحتاج لها تأمل، لأن التصفيق يعبر عن الفرحة، التصفيق يعبر عن الإعجاب الصاخب. هناك أماكن بالقصيدة يحتاج لها لحظة تأمل، يحتاج لها الابتعاد، الانعزال التام عن العالم والانشغال فقط بهذه الجملة الشعرية اللي قالها الشاعر. تخاف على قصيدتك منين؟ من أي واحد يقرأها ما يفهمها أخاف عليها من عنده، وأتمنى ما توصل له. أها. نعم، لأن أنا القصيدة قصيدتك الفئة معينة؟ لا لا بالعكس، ما أتعمد أسوي هذا الشيء، لكن لربما تطرق أبواب خاطئة. ها. نعم، تطرق أبواب خاطئة أو أبواب مغلقة. الغاية الشعرية عندك، الغاية من كتابة الشعر شنو؟
ابدا بدون اي غايه. فطره وخلاص. هي فطره وموهبه، لكن ما مره خليت الشعر يرسم لي طريق معين حتى اصل لمكان معين من خلال الشعر. طبعا مو شيء معيب واحد يخلي الشعر غايه، لكن كتجربه شخصيه مو غايه. انا غايتي بغير اشياء طبعا، مو في الشعر، استخدم غير اشياء حتى اوصل لغايتي، حتى لا يقولون علي وصولي او ما اعرف ايش هاي مو وصوليه. الشعر طريق حاله حال كل الطرق الابداعيه. سؤال سالته سابقا، تحتاج القصيده للميك اب؟ القصيده بطبيعها امراه جميله، لكن الامراه جميله لا ضير ان يعني تخلي شويه مكياج. مثلا شنو ممكن يكون مكياج القصيده؟ الثقافه، ثقافه الكاتب، ثقافه المفرده، المدى اللي ترميل المفرده، بناء الجمله الشعريه، الخطاب الشعري المقبول عند المتلقي، موضوعه القصيده نفسها. عموما القصيده متفقين عليها انه هي دواء. طبعا علاج عظيم، الشعر علاج عظيم جميل، وان يكون علاج لحالات فرديه عذرا، لكن هو علاج جيد. نعم. زين، هل يكتب ممنوع أو عدم اقتراب الأطفال؟ لربما الأطفال والجهال. لا لا، الجهال. أحسنت، سبقتني. الجهال؟ نعم، لربما القصيدة تكون مكتوبة لطفل وتعرف شنو أقصد بالطفل، مو بالعمر، بالروح الطفولية. طبعا يعني أكو أرواح طفولية يستحق أن تكتب لها قصائد. يعني زيادة أنت أب، يوم تتحس إحساس الطفولة؟ راح أجاوبك جواب سطحي هالمرة. أنا كل ما أجلس بجنب والدتي أحس أنه أنا طفل. الله. بالفطرة بدون وعي أتصرف وياها تصرف أطفال، حتى أعلي صوتي ممكن، هاي الفوضوية. ناخذ قصيدة. مشوا بي وصرت بحضان تابوت، وصيحا آخ حتى من الهوى يفوت، ميت بس أحس بداخل إنسان يريد يصيح بس ما يطلع الصوت، شاعر ولجم من طار الفراق واغرق بالدمع من نبكي بسكوت، جو القاع اغني وما اهتميت، هذا الما يعرف يموت ويموت، هذا الما يعرف يموت ويموت، انا الما نام من فرقاك لليوم، وانا الثقلت عليه بجفاك الهدوم، انا المشتاق من الراس للراس، وانا اللي بقلبه ظلت ترفس الناس، انا اللي يبكيك كل ما ذكرى تنعاد، وانا اللي يعشق عيونك ذني الابعاد، انا الميت عليك وميت وياك، أنا الصاير حطب للنار بجفاك، أنا الما حاسب حساب على الفراق، وأنا ظلت سنين بسرعة تنباك، أنا اللي يسهر لك وما ضايق النوم، وأنا اللي ينده صورك بالكت تقوم، أنا بكل سالفة اسمك يطلع وياي، وأنا المبلل اللي يشتاق للماي، أنا بكل سالفة اسمك يطلع وياي، وانا المبلل المشتاق للماي، انا الضايع بياضه، انا الواضح بياضه بين الزلوف، وانا ظلت جفوفه تدور جفوف، انا الكل شوية قلب عليك ما فات، وانا المنصور تقوم تاخذ مراد، بالليل ليش الذكرى تنعاد، قراب الصور وعيونك بعاد، رتبتي بس الحيل ما راد، ومن صورتك قمت اخذ مرات. سلامتك. الله 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 يا حبيبي. الله. تسلم. تمتلك ثقافه الاعتذار؟ جدا. ها؟ نعم. منو يحدد الخطا بالنسبه لك؟ شوف، العلاقه اذا كانت بين الطرفين هي العلاقه مستويات، لكن مرات احنا مو معصومين، احنا بشر نخطا. المشكلة وين؟ المشكلة بتشخيص الخطأ. لربما يكون تشخيصه خاطئ، تشخيص الخطأ يكون خاطئ، هنا تكمن المشكلة. أنا اليوم لازم أعرف الغلط وين حتى
اعرف شلون اعتذر عن الخطا مالتي. لكن بكل من يحدد انت لو يجي انسان يقول لك يا ترى اخطات بحق سين، مو خاف انا اعتبر نرجسيه او، لكن انا دائما اذا اجد نفسي مخطئ فابادر بالاعتذار او ابادر بتبرير الخطا لربما يكون غير مقصود. الله يبعدك عن الخطا. شكرا. الرحله وياك متعه. شكرا. بالعكس انا يعني جدا استمتعت السفره وياك ممتعه ومثمره. وصلنا لختام الحلقه. شكرا لك على هذا. شنو تحب تقول للسيد المشاهد؟ هاي كاميرتك. نهايه شكرا لهذه الدعوه الطيبه. تمنياتي للنجاح والتوفيق اكثر فاكثر. الكادر اللي خلف الكواليس، الجنود المجهولين، شكرا لكم. اتمنى انه كنت خفيف الظل على المشاهد الكريم، مشاهد هذا البرنامج الكبير بوجودك ان شاء الله. الله يسلمك. وتحياتي لكم. شكرا. الف تحيه لك. مشاهدينا الافاضل والاكارم، وصلنا وياكم لختام حلقه هذا اليوم. تقبلوا تحيات اخوكم علي المنصوري. في امان الله.